صباح الخيرات، صباح النور، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، الامور هانيه. ايوا اختي، اليوم غدا نسني اخر ورق قولي، خصني نسنيهم على قول الدار. و صافي نتقبض داكشي الاخر اللي بقى ليا، ناخذ البغرير، المسمان، شويه الكروس، حريشات صغيرين، ناخذ غير واحد 50 مسمنة، 50 بغريرة، ودوك الحرشات الصغيرين ناخذ غير 15 وحدة، أو واحد 15 قرصة يبقى عندي في الفريكو. كنبغي نخرج نسخن وحدة وندير فيها فرماجة وفي الطربة كيعجبني، وصافي. العطرية، الحامض المصير، الزيت والمشرمان، داكشي اللي خاصني. المغربي راكم عارفين، عرفت حلقي في المغرب في الليل ما كان 13، ولكن شويه في وقت الفجر كيجيني البرد، كان جاز نوض ناس معاه في الليل، كيجيني الصهد وانا غنعس. بالنهار كنموت بالصهد، في الليل كيتقلب داك الجو، كنصبح كل نهار حلاق مي من فوخي هو جا الماس، حتى كنشرب شي حاجه سخونه، حتى كنشرب شي كويس ديال اتاي سخون، داك الشهد كيفوتني الحال. دابا ما شربت القهوه راه اتاي حيت خارجه زربانه، حلقيناش حتى شويه ويتفش، خصني نطرب ناخذ شي قهوه. المهم هو هذا، هانتوما معايا غدا. هذا قلت للسيده اللي عندنا، قلت لها صايب ليا كسكسو، تبارك الله طيبه بنينه رفيسه، كسكسو مرق اللي صايبات، ولكن واحد الكسكسو كتصايب منعاونش ليكم، غتصايب ليا كسكسو ناكلو لي اخر مره، دي المره الرابعه اللي غناكلو واقيلا، كنشبع فيه قبل ما نمشي. زائد اش صايبنا؟ قلت لها كسكسو يكون واجد، تفور لي التفاره الاولى الثانيه الثالثه، يعني انا في تركيا غادي غنسخنو ونسقيه، غندي معايا في ميكات كسكسو مفور واجد. هاي كويدات، انا رجعت لكم قبيله، احنا رجعنا لكم اختي، احنا رجعنا، مشيت وحده رجعت جوج قبيله، بديت لهم صوتي طافي باقي الله فايقه من النعاس، وهذا ما فاطمه وقت طرقت نوال الوزيز، جيت الوزيز بك اختي، ما بقى ما دخلتش عندي، بارك الله الكارتي اللي سكنت فيه زوين، عطيت خضوره وشوارع الكالم، العين والكالم، عطيت ديال تحلي الشرجم وتشربي قهوه على الصباح، ما تحتاجيش شي فيو ولا تمشي شي كافي ولا هاد المره تجي انت ومير ان شاء الله، ان شاء الله تجي بالهنا والشفاء ان شاء الله، بارك الله انتم مرحبا بكم في الصوارت، غنولي نمشيو عند سيره، كاينه ما كايناش، لا خذوا الصوارت سيره، كنتي عارفه اللي كاين، دي ولدك يعوم هذا. شوفوا انا وماجد راه ما كنتلاقاوش بزاف، ولا مع الصداقه والمعزه، والله العظيم ما كنتلاقاوش بزاف، ما بقاتش تلاقي، راك دابا مشيتي جوج ملاقاين ونهار شدو كاع ما يلقاو بعضياتهم، لا لا يا حبيبك بيدا، حبيبك بيدا بالليل وبالنهار، كنصحوا بعضياتنا ونوقفوا مع بعضياتنا ونفرحوا بعضياتنا ملي كنديروا شي حاجه. انا فرحت ليها بزاف، مبروك عليها، الله يدخل على هاد الدار ان شاء الله بالصحه والسلامه، الله يبارك، وان شاء الله شي وقفه سهله ان شاء الله، ديري بق دغيا ان شاء الله، بق ان شاء الله، نعاود ايوا الله يسهلك، وما تخافي ما والو، تخافي ما دهشي ان شاء الله، كلشي دوز مزيان ان شاء الله. ايوا المهم احنا غاديين دابا نبداو غراض نسنيو الوريقه ونرجع ان شاء الله، نمشي نشوف اختي الدار ديال ماجده، ونرجع غنمشي نشوف دارها، وهي ملي تكون راجعه ان شاء الله غتجي عندي، يلاه اول مره ان شاء الله، اول مره صافي، يا غنولي ونمشي وندير، نمشيو لابيسين، نمشيو عندها في الصيف ان شاء الله، وانت اختي ملي تكون في السونتر ديالها غتجي عندي ان شاء الله، تحس بينك كل صاحبتنا تكون عندها في المدينه، كل وحده خاص شي وحده تشري لنا في سيدي بوزيد، سيدي بوزيد كنا سميه، خاصنا في الشمال، شي صاحبتنا اختي تمشي دويره في الشمال، يعطيك السر صافي ما تعطلش علينا، صاحبتنا تشري لنا في مراكش، لا كاينه مراكش، كاينه مراكش، كاينه مراكش، امينه عندها في مراكش والبيسين حتى هي، شي صاحبتنا في اكادير عفاك ما تعطلش علينا، فين في الشمال؟ الشمال لا تكون قريبه للبحر، شرطو تكون قريبه للبحر، يعطيك السر شرطو صافي، ونجيب لك الكادو ونشوفو الدار وندوزو، انا بالعكس من داك النوع والله ما كنمشيش عند الناس بزاف، شو مشينا لتركيا عيطت فيا ماجده، ولكن المره الجايه غنمشي عندها ان شاء الله، كانت بعيده شويه، المره الجايه عند القرايه غنمشي لإزمير، انا جيت انا بنت معاكم يومين، جات عندنا النوطي دوزنا يومين في فن وبنات الله، نومي بلونش بلونش حتى الصباح حنا فايقين، ما نعسناش ان شاء الله، المره الجايه نمشي ضروري غنمشي عند ماجده ان شاء الله. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني راه انا ما خديتش كازا، خارج كازا هذا، دابا حنا خارجين كازا، شادي لوطوغوت انتم مزيتو معانا، شادي لوطوغوت غنشوفونا غادي الطريق مجبد هنيجي، ايوا صافي كنا
راه هي سايقه بلا ما تقولوا انا كنهضر بزاف اه سايقه ما تلفاش يلا بيزو انتم معانا. باتني الطبيله انا خصني ندير غير اربعه هكا اربعه الكراسه باركه الفيديو ديالنا وين حيت هنا كاين التيمون كاينين جوج صورت لكم التيمون الاخر هنا نشوفوا واحد لابارتمون عندي انا قال لي مش دراهم علينا انا ما وريتش ابارتمون عندي انا وابارتمون عند ماجده ولكن راه مبدلين راه غتاخذوا منه افكار زوينين. شوفوا هادو ها انتم الدخله اذا يلا دخلت من الباب كاين هاد الكليسه هنا وكاين هنايا هاد انت عندك بحال هاد الفصاله بلا سيرسي بلا شوفوا الكليسه جات فن هنا ان بيتي صالون وهنايا موبل تي في عندك الباغداج شوفوا انا غتبقى تشوفوني غير هنا صافي واحد الكريسي كليسه اللي كاين هو ان البيسين ما غيكونش بهالقرب غادي يكون 4 متر ونص ديال الكازا عاد كاين يعني كاين فين تكلاس كاين هنا وهنا ملي كتحيدي الريدو كتجيك هاد لافي هنايا 3 كيلومتر واو زوينين اصلا مجاودين هنا مع قريب البحر هيك قريب لكم من البحر قريب البحر ايوا يلا اختي ورينا اختي الدار اختي كان خصنا نجيبو الحليب والتمر انت انا ما نديرش داكشي اللي دايرين هما هنا شوفي بحال اللي درت انا في لابارتمون خدي ديري فيديو خليه اولا مره جي طلي شك تاخدي افكار حيت هما كيسكنوا مصاوبين ليهم هذوك لي زوينه سميتو رخام داكشي مطبخ من عندك هانتوما اختي المصوره هذا هو الحمام حمام كبير ما شاء الله هذا الكولوار اه زوين الدراري كيعونو تيطيبي وطلع عليهم قلت لك الفيديو ديالي جات مع الكوزينه اش غطيبي لنا اليوم اه شوفي الباب كيكون محلول بحال هكا ثاني على الجردة شوفوا هانتوما طلع على هاد الجريده وعلى لابيسين المهم عندكم هنا الكولوار كتقدري تمشي من هنا تمشي للصالون حيت محلول ماشي شارج مزيان هنا راه غادي يكون نورمالمون غيكون اسباس كثر هنا كثر لا غيكون في ديال الصالون كنظن باش تحطي شي طبيله سعود متر سعود ديال سعود متر باش ديال الاسباس دابا حنا دخلنا من الكوزينه ندورو ثاني الكولوار الصالون راه هو لهيها الصالات زوينه هذا بيت النعاس زوينه شي نفس الحاجه بابي فان اللي هذا اللي مباج انا داير من الكريم بحال دابا في الفيديو الاخر غتشوفوها في الفيديو عندنا وانا غنخلي لكم صندوق طلعتي بغيت نعس الا ما درتيش البابي فان عطاتني واحد الفكره زوينه ديال بابي فان زوينه ما كاينش لومبيونس في البيت لحظه غتشوفي تعطي واحد لاشالوغ البيت ماشي الحيوطه كلهم بيضين كيدير واحد لومبيونس شوفوا لافي انا عندي لافي خضراء انت عندك لافي خضراء انت اختي صحتنا وراحتنا سفلي عاوتاني سفلي نقول لهم غنمشي للدار ديال تركيا اللي في اسطنبول هذيك اصلا ما عاجبانيش بزاف جات مظلمه وداك الشيء كي زوينه شوفي هذا البيت شوفي ديجا غيكون هذا المال هذا زعما ديال الوليدات دايرين جوج ديال النوامس هنا ودايرين بلاكار من الفوق لتحت وتا هنا غيكون باب وها هو الباب اي دونك كلشي فيهم جو بونس السفلي غيكون باب بلاصه الشارج زوينه ثاني ولكن ما غيكونش هكا هادي سميتو غيكون كاين مازال بيسين دابا اللي حيت غير هنا كيعطوك الموديل كيفاش زعما تقدري تفرشيها وداك الشيء ايوا هو هذا قلت شفت انا داير بابي با حتى هنا بابي با زوين المهم كبيدات حنا يلاه وصلنا لكازا قربنا حدا الدار عندها حنا في كاليفورنيا دابا ولا الوزيزه هنا حنا في خرجنا على خرجوا ديال كاليفورنيا طلعت كاليفورنيا المهم جينا نتغداو كنت نورمالمون كانت قالت لي نمشيو نقضيو الغرام نورمالمون هي معروضه عندي الغدا الفطور زعما نمشيو ونجيو ونتغداو في الدار عندها وهذا وعاد نمشيو خدمة الساعة هي خرجتني في الصباح انا اللي غنصاوب الغدا خرجتني والطريق كانت عامرة شاف جوج ديال ليزاكسيدون الزاج مشرشم خلاص ما حسيتيش بالطريق واخا هي كانت عامرة ولكن مع الهضرة مع الهضرة دغيا وصلنا ما حسيناش بالطريق صافي ودابا الوحدة ونص ما بقى ما سميتو خدامة انا خدامة مع الجوج دابا خصني نتغدى صافي قلنا نتغداو هنا برا دغيا دي ساندويتش ونمشيو سميتو ونمشي حبة في الخدمة تمشي معايا شوية خديها معايا الخدمة ما طلعتي عندي صافي نمشي كنت كتمشي معايا نمشي نجلس معاك كنت معايا شوية بين ما بردت شوية من الطريق غسلي يديك غسلي وجهك ارتاحي شوية نهارنا والله الصلاة على الطرقان والصحامات بعد الحمد لله لقينا البيغون زعما حالين خدينا القرار خدينا وصلنا للبيغون مع وقت الغدا
30 يعني كيما كيصدوا هما كيصدوا هما كيصدوا نورمالمون كي كان عامر تلاقيت مع البنات متتفاجئ غيولي جارات غيولي جارات درنا الجيران حنا اللي تلاقينا معاكم تلاقاو في غيزيدون تلاقاو في غيزيدون درنا الجيران من دابا ايوا صافي الله يكمل كلشي خلي الله يسهل على كلشي يا ربي امين لا كلشي في لي كومونتير كيكتبوا ليا حتى انا الله يسهل عليا دعم عين ندير داري الله يسهل على كلشي كاين بزاف اللي خايدين فهاد لا بيريود انا يلاه كتبوا لي يلاه انا غنروح يلاه ثاني انا اللي كتبوا لي يلاه كملت مع حالي انا يلاه درت مع حالي انا يلاه كملت البرطما هاني يلاه راحله هاد بيريود شد شي داخل 2024 بزاف على قرار غادي يغلى من بعد لا شوف ديال داكشي غادي يغلى اللي قد ما لقى الانسان يزرب على راسو يزير راسو ياخذ العاقبه والله ليكم الدنيا غادا في تضخم كل واحد قد ما قدر يزير راسو بكري ويدير عليه شي حاجه المهم حياتي دابا انت راه مكتئب لك تجي كتاب هذا الوقت هذيك البلاصه كتاب لي شوف كلشي هذاك انني نجي نشوف خويا غير سبب انني هذا سبحان الله انت راك عارفه راه الناس ما كاينش ناوي والله ما غنشوف قسما بالله انا حكيت لكم كيقول لك انا شفت جاي مش جايه ناويه غتشري ما ناويهش دابا والله يعني جات على غرق داخل يا كاين النيه في بالي باغا تشري كاين ماشي هاد البلاصه ماشي دابا ماشي باش نشري دابا ماشي جايه معوله يعني هابطه معوله غنشوف ولكن ما كاتبعش قلت لها دابا ما كاتب انا لا انا هاد الدار كنشفتها شحال من شهر شفت شي 12 و 14 ابارتمون اللي شفت كتقلبي باغا كنقلب ولكن هذه شفتها مع الاولين وجيت عليها عبدو ما بغاش قال لي زعما كاين البيدجي اكثر من ديالنا وانا الا غنحط شي بارتمون نمشي نبني شي بلاصه وكان شي بوسات هكايا وصافي وقنعني ومن بعد دازت مشيت لتركيا شفتها قبل ما نمشي لتركيا تخيلي مشيت لتركيا ودازو بزاف الاحداث وقلت لي نعاود نشوفو غير نمشي ونشوفو والمره الثانيه كلشي تيسر والله عاود عجباتو سبحان الله المره الثانيه بحال اقتنع بها اكثر من المره الاولى صافي مكتوبه سبحان الله ما كاتب والله الحمد لله ايوا الله يسهل تمشيو ندير لكم دويره حنا نتغداو وندير لكم دويره الله ان شاء الله جبتها لهنا ماما مسكينه فاش كانت في كلينيك هنايا مريضه كنت كندوز عندها البلاصه هنايا عندهم لي ساندويتش غزالين عرفتي داك الساندويتش اللي كتحسي به غير شوى وزيتون وفليفله ماشي كدرت لي صوص وداكشي وبصيله كتحسي به مصايب في ميزون فهمتي ديال الدار حتى من الفريد ديالهم بحال ديال الدار كيعجبني وقريب لها الدار قالت لي ما كانتش عارفه البلاصه مرحبا بينا عند نوال ندوركم اخيتي الدخله برينسيبال لها حنا دخلنا من الجهه اللي حدا دارها ريزيدونس غزاله كارتي بعدا كيحمق كارتي ما نهضروش عليه كارتي في الليل كتكون محله بالفن لا لا ريزيدونس غزاله تسكنوا بالهناء والشفاء والبركه والرزق والصحه والسعاده ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله هذه الدخله من هنا ايوا البنات حنا دخلنا للدار بارك الله فيك الصالون تبارك الله متيسع غديري نص بلدي ونص روم هذيك البلاصه ديال حيت شي بنت قال لي الصالون كبير شي غير كبير لا راه باينه غديري شي حاجه هنا باينه راه يلاه كتفرش بشويه بشويه الصالون بالكامل درت كليسه فين نتفرجوا انا شفت هذا الشكل بحال اللي مشينا شي مدار عندهم واحد لابارتمون تيما كتبنا افكار كتاخدي منها شنو ديري جوج كليسات غديري كليسه كلشي ولا كيدير نص بلدي ونص روم عندك بعدا هنايا الميدر غزال كبار مضوية الدنيا هذا خصو يطحن الله مبردة هذوك لي بون تقدري تجلسي اي اختي غزالة فين يقرا امير استوار تقدري تخرجي من هنا لبرا اه كنمشيو تما ولدك يجلس الا بغى يلعب هنا شوية غير كورة ولا هذا يبقى حنا غديري هنايا لا عادي راه الواحد الانسان حتى انا الصالون باقي ما مفرش دايره غير داك السيجور دابا شوف الجوله اللي كدير اللي كتشوف ماجده يلا غتشوف الدار اول مره معاكم نتوما يعني شفتوا شي حاجه في الكوزينه ماشي هي هذيك الحاجه راه السيده خدامه وهذا ايوا الله يسر كاين كوزينه تبارك الله ما شاء الله غزال التواسع حتى لي كولور زوينين اتساع زوين وهنا زوين غزال عند هذا البالكون قلت لها هذا البالكون ديري فيه جليسه انا كنموت على الجلسه قلت لها ديرها حتى ديك طابل فرونسيز ديال العود كتكون طويله
وبليابل كتقدر تجمعها تحطها وعندك هذيك تاي ديال هذيك تحطها هنا ودير هذيك الطبله راه صغيوره هي وتقدري تجمعيها وتحطيها. انا ديك ندير القضيه ديال النعاس كاين ديرها اه غزال ثلاجه كانت عندك كانت عندي هو كاين هنايا كاين هنايا كاين حمام كاين هنايا مزيان كيعجبني الدار يكون فيها كثرت لا كثرت البلاكارات باقا ما دايرش التنظيم عادي يلا لي ماشين داكشي دابا هاد الساعه كاين هنا اه مجيمي على الدار اه ولدك كيبان عادي عندك مجيمي عا كتجي هنا دايرين لي شومبر هنا هادو ربعه لي شومبر ثلاثه لي شومبر ولا حمام الحمام ديالكم هذا حمام ديال الديار هذا الشومبر ديالي هذه الحمام نبداو بهذه اللي بغيتي اللي ممكن تبينيه زعما بحال شوف كاين ما تقدر تستحقها هنا باقي تبارك الله شومبر زال حتى هي فيها سميتو اليكس يقدر يقمشنا هربي هربي صافي اللي تقدري تبيني انت وليدو الشومبر بحال بحال شي لاخر غندور فيه غير انا نتوما ممنوع تشوفوا لا مش مشكل قلت لكم تقدروا تشوفوا راحت مصوره في سميت تبارك الله بيت النعاس غزال النعاس كيحمق عندك ابغ هذا الحمام ثلاثه الحمامات حمام ديال بيت النعاس تبارك الله غزال كاين حمام ديال لي رونجمون اختي حبيبتي يلا بيتي صح ترك يلا 10 ايام باش تحولت خصك هنا خصك هنا كنقول لك لا راه يلا السيده يلا تحولت يلا تحولت خلاص ماجدة قالت عندك دريسينغ هو دريسينغ سي هذا الدريسينغ دريسينغ وبيت الناس غزال اه البالكون عندك هنا زوين كبير باقا ما درتش هنا دير فيه كليسه اه هنا فين قلت ندير كليسه ندير كليسه هنا غزال كاينه شي جزايده كطلع لهنا زوين الله على جو الله يلا حتى الصالون هنايا اه كيعطيو واحد سميت لومبيون زوين غزال ما شاء الله نقي الراحه ما تطلع على زنقه ما سميتو غزال عجبتني ما شاء الله هنا كتزيدي لي زاكسيسوار شوفي وقلت لك هذيك القضيه ديال بابي بان شوفي ديري حتى هو في هاد الوين عاتي غديري بابي بان غير في هاد الحيط وغديري لي طابل دو نوي والكوافوز عاتي غيبان غزال غزال تبارك الله وهانتوما باش تفهموا كاين هنايا هذاك البيت الصغير اللي حليت ليكم وهاد البيت وهنايا حمام ابار حمام ديال بيت الناس هنا هاد الماريو هنا حمام ديال الضياف هنا الكوزينه هنا الصالون تبارك الله كبير قالت لك هنا غدير سيجور بحال صاله مونجي هكا غدير صاله مونجي هنا وغدير وحده في الكوزينه عندك تيسا دير هذيك ديال الفيديو ما كتبانش عريضه مريه عريضه لا عريضه في الفيديو ما كتبانش عريضه حتى انا لاحظت لك تنقولها لك شفتي كتبان طويله شوفي ولكن ملي دخلتي لا لا عريضه كتبان طويله بحال كولوار مع التصوير ولكن هي راه شوفوا هانتوما نحاول نبين لهم العرض ما عرفتش كيفاش غيبان لكم العرض ولكن راه عريضه ما عرفتش مالو ما كتبانش عريضه ماما قالتها لي الفيديو والبيبان عالي عجبتني الدار تبارك الدار عالية اه لاحظت البيبان كلشي عالي لا غزالة تبارك الله الله يهنيكم فيها بارك الله فيك ماشي مشكل حنا ديال بعضياتنا عادي بشوية عليك شوفي ما تزيريش راسك ويلا راكم يلا واخدين الدار شوفي بشوية بشوية انا مخلية الصالون اخر حاجة عاد غنفرشو انا ايوا بصحتكم مبروك عليكم الله يبارك فيك يا مشاعر مبروك عليك يلا المهم عاوتاني غبرت عليكم ما بقيت صورت والو ايوا من ورا ما خليت وصلت نوال الخدمه وداكشي طلعت معها غير شويه واحد 10 دقائق مشيت جبت واحد الامانه صيفطها لي في الكار مشيت لولاد زيان واليوم واحد الزحام لاش كنا غاديين نشوفوا الدار لاش كنا راجعين لاش كنا غاديين للوازيز لاش كنا راجعين شحال ديال لك السيد عرفتي فين ما ندوزو كنلقاو في لوطور كنبقاو الزحام نورا كنلقاو واحد بلاتي كنزه كنلقاو الزاج ديال الطوموبيلات مشتت والبوليس والامبيلونس يا ربي السلامه الله يشافيهم الله كان شي واحد قالت لي شي حاجه عرفتو الطريق كامله شحال من كسيده شحال من كسيده
صافي عرفتي مت بالزحامات وهذا، خديت الغراض ديالي في ولاد زيان، رجعت للدار جلست شويه شربت شربت مشيت شربت قهوه قبل ما نرجع، ملي خرجت من داك الزحام ديال ولاد زيان من ورا جواع جواع حمق حتى اللون ديالو خرب. انا جبت شي نهار الازياء دارت الشوبينغ واحد 5 كيلو اخرى غيجيني هو هذا ماشي 5 كيلو 3 كيلو صافي بلاتي باش نكمل الفيديو. صافي قلت لكم شربت قهوه وجات للدار كنت كسكسو بما جاتني حيت كنا تغدينا مع الوحده ولا الوحده ونص ولا جوج، ما وصلت للدار حتى ديك 5 ونص هذيك السته كجلست فقات لي بوحدي حيت كانوا قلت لهم تغداو ما تسناو. صافي كليت كسكسو بالتفايه بالخضراء على مزيناتو، خرجنا هنا خديت غير شي لعيبات خاصني مازال ومازال غدا بغيت داك شي حامض مصير وهذا ناخذ اخر حاجه بالحق الحامض المصير ما يخسرش بين ما مشيت من هنا ليه ورا حامض مصير مصير ياك الملح اللي تزيره مخلل لا صافي خد بعد كنزه ضروري ثلاث غادي نعطي الملحه هي اللي كتزير مع خرجت هنا بقى ما عرفتش حتى صافي وقيت راسي عاوتاني ما دايرهش لكم النهايه ديال الفيديو، بغيت نقول السلام عليكم نتلاقاو في الفيديو الجاي قلت لكم صافي هو هذا نتلاقاو في الفيديو الجاي. بزاف البنات سولوني في الفيديو اللي حطيت قال لي مجده شنو لا مارك اللي قلتي لي واش في امازون ولا هذا لا مارك اللي بارطاجيت معكم ديال الشهر هي جيت إناية عنايه بالعربيه، هي محليه مغربيه ما كنظنش كاينه في امازون ما عرفتش الا ديفلوبا حتى ديك الدرجه ما عرفتش، ما هي مارك محليه في المغرب. راه خليت لكم السيت ديالها في الفيديو اللي فات وغنخلي لكم حتى دابا، والتوصيل غير في المغرب جميع انحاء المغرب فيما كنتي، كاينين لي باك اللي توصيل ب 20 درهم وكاين اللي غراتوي مثلا ديال الشعر وديال الوجه بجوجهم توصيل 20 درهم ولكن حيت الخاص داير 199 درهم. كاين باك ديال لي ما ولي بي فيه 5 لي برودوي لي ما بي، كاين باك بوش فيه سبراي بوكال بور لا موفيز هالين، فيه بودر ديال التبييض ديال السنان فيه دونتيفريز بالفاخر والقرنفل وداكشي كيخلي ريحه زوينه كيعجن حتى. كاين عندهم باك زون انتيم فيه 3 برودوي حتى هو الا عقلت، فيه سيروم زون انتيم كما كلاسي سون بور لي زون انتيم. وشنو عندهم الدراري ما عقلتش شنو البرودوي الثالث ما عقلتش، المهم لا غان فيها 3 برودوي وهو هذا. المهم السلام عليكم، شوفوا السيت غنخليه لكم سميتو دخلوا بقش توصيل المغرب كامل فيما كنتي، كاين اللي قلت لكم 20 درهم وكاين اللي غرات اصلا عندهم لي بري ريزونابل في كلشي. السلام عليكم الفيديو الجاي غنكون غاده راحله.